أخيرا بعد 12 سنة باقي امتحان واحد ونتخرج من الثانوي. شيل هذا اللي كنا كيفن هارت. كيفن هارت لا صح كيفن هارت يا خال. جبتي؟ صبوخ. هلا استاذ. أمو أف وأنت بتكلمني. أمو أف. خفيف والله. عادي خالي. أي أغنية تنزل عليها؟ لا. بعدين ذبحتونا يا الخوال. زين. كل ما هذا حطينا علش البان مع شوية شب وحرمن عفست الصالة باللي فيها. زين استاذ. اسمعني استاذ انا من عرفتك من شفت شيشتك وانت عنصري ضد الخوار ممكن اعرف ليش؟ طبعا عنصري ابيض ابيض ليش انت شنو يعني ابيض؟ ليه؟ شوف انت بلش تصير ازرق صح وبالحرب وجهك يصير احمر صح واذا مرضت تصير اخضر الازرق وضعي حاليا صحيح صحيح وبعدين انت قاعد تقط علي عندك جمله هنا كلها يلا زين اسمعني شوف في ثقه بقطيك اياها مايكل جوردن تعرفه ما تعرفه؟ جوردن؟ ايه جوردن؟ لا كره سله امريكي تبي غيره؟ اوباما رئيس امريكا ما اقدرش اعلق تحيه اوباما تحيه شات اب يور ماوس اوباما صح في خير مين جاهز حقه مين راح ينزل مسرح صدقني مين وحنان مين وحنان خالد المله هي المله وانت مين طول الوقت حنان بنت اسمعني استاذ تعال ايش عندك اليوم بالليل؟ ايش عندك اليوم بالليل؟ اليوم بالليل ها؟ اليوم بالليل عازمك على حفلة لا تخاف حفلة قلنا لك 50 سنة محبس ايه فين الحفلة؟ تبت لعبتي تبت لعبتي والله حمد 4 سنين ما عشش بال 12 ويبي ينجح وين هذا الخمة اللي يقول بتاعنا؟ هذا بتوزع الامتحانات. الامتحان صح خوش كيو. إيش؟ هذا أنت خاوي. خاوي. أمزح. هالامتحان هيبلش. الامتحان إيه؟ كم مرة أنا؟ امتحان امتحاني يخرب بيتك. هنا مصري. حمد فين؟ ودون عاوز انجح ابوك يبوي يبوي توني خلاص لعب بلياردو ما لنا مال الدراسه وبيني وبينك شاور يا دوب قال الحق اي حق ما تعرف شنو الحق والله ولا انا قالوا لك شاور قول صدق اسمع يبوي انا ابوي انسان ما انا بالواسطه وانت مصري تبي واسطه
وانا صراحه ما احب السوالف. عاوز تنجح؟ ايه من غير واسطه هتنجح؟ ما حليب كورنيشن يمشي اموره. بعدين شو تشلي لابس لبس دي نايف؟ اه سيئه جدا. وفي الوقت عشان خاطر حمد حظر بالمدير. يعني تفضل. هالامتحان هيبلش 1/10. سعد ايه؟ ايه لا تقعد يمي. ايه انا يخرب بيتك اخر امتحان. صحت تعال غشيم تعال. شوف ليل نهار ليل نهار. شوف ركز على ليل نهار. انا قاعد ادرس كل يوم. هي هذا بارده بارده هي غش مني. اخذ جهدي ما يصير. عاوز تبكي؟ ما بعدين صح صح انا مصح. تفضل زين. عطنا شوي مدارس. والله مدارس. ايه يا كابوس ايه يا كابوس. استاذ 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 ذبحت امي تراك. هي بغش صح غلط وسلم الورقه. يلا حمد في ايه في ايه 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 والله اعلق واصفر. اجيني مفيش امتحان. ايه حمد تعال هون تعال هون تعال هون. شنو هون مصري ولا لبناني؟ انت ابويا مصري وامي لبنانيه. حسين ايه شنو تعال هون؟ يخرب بيتك حمد عاوز تنجح ولا لا؟ عاوز انجح بس ضبطنا سوي لنا شيء. علبة ذرة. علبة ذرة تنفش الامور؟ واطي رخيص رخيص. تفضل. تعرف تزارت ولا لا؟ شلون؟ تعرف تزارت ولا يخرب بيتكم؟ ايه الفصل ده؟ انت تعرف تزارت ولا لا؟ طبعا! خالتك في العروس تعمل ايه؟ تزارت؟ زهرة! هلا شلونك؟ هلا وليدي شلونك؟ على السلامة. الحمد لله على السلامة. عاش من شافك. مرحبا شلونك؟ الله يسلمك. يبا دكتور شمات حاطك مو كنت بتايلن؟ تايلن. ايش قاعد تسوي بتايلن؟ ايش دمرك اول شيء؟ ادري دكتور شمات شايفك قلنا. دكتور شمات ما غيره؟ ايه تعرفت عليه مطعم بعد دول. وين تايلن هذا؟ تايلن. زين انت قاعد حق امك انت مسافر؟ شش لا تفضحنا. مو امك هي اللي تسوي لي الجلطه، ايش اقول لها انا؟ رايح المغرب. يعني مراجعها المغرب الحين؟ يا يبا عمان عمان ايش فيك انت؟ شباب اللي بعدين تعال انت تعال. ليش قاعد تصرخ علي؟ مو امك هذا؟ ما تستهين؟ ليش ما اصب؟ ليش ما اصب؟ ايش قاعد تصرخ؟ زين صحيح وايد ناس وايد زياده. لا؟ ايه ما يصير ما يصير ما يصير. بعدين يبا يبا الاستاذ يبي واسطه واليوم خلصنا امتحانات وانت لا تندي ولا تسوي واسطه ولا شيء. هو عجبنا ترى. كم عمرك؟ كم عمرك خلصني؟ 22. 22 تسولف على واسطه؟ ما تستحي على وجهك؟ عاد حليت حق الكبار؟ كم من يمشي حق الديره؟ شو يسوي يعني؟ بعدين جبل حبيبي انت اخذ خطوه قدام سوي كذي قول سكة سفر. سكة سفر. نبي شيء. تعال ويا شو تقول تصير انت؟ شو تقول تصير انت؟ تعال تعال. انا مو ابوك. بلى. ولا انت ابوي. لا لا خاف انت ابوي. لا لا انت لا لا قول لي قول لي ابوي. يبوي يبوي يبوي. حبيبي ساعتين. يبا ساعتين. ايش تبي ترديتني؟ ساعتين. الساعة 5. ماني صايم. ساعة 7 ساعة 5 تبي تايلاند ولا شنو؟ لا يبا مو تايلاند. لحظة يبا صاير شيطان قاعد طالع الفيلم قبل شوي. يبا احفظ لي كم كلمة عشان اقول حق امك اسافر. ايه زين يبا غير القناة خايسة وحطها قناة الكويت. ما انا حاط قناة الكويت. يبا حط قناة الكويت بنشوف النتائج. منو قام يطالع قناة الكويت منون؟ يبا شوف النتائج الثانوية الله يهديك خلاص. طلعوا؟ يلا. والان مع نتائج الثانوية العامة. الف مبروك حصول الطالب حمد خالد الخرف
المركز الأخير على مستوى دولة كوريا بنسبة 56.23% مع الرأفة. مبروك على شنو؟ نجح نجح؟ يكون الأخير على الكويت. إيه بس نجحت يبا. كم النسبة؟ 57. مبروك. فاصلة 23. 23؟ إيه. فتح كبير أنت تحتفل كذي؟ شو السالفة؟ بهذا خليجي واحد يحتفلون كذي. شوف الاحتفال هذا شوف. شلون؟ ألا يا طير يا رجل ورجعك الليل. ألا يا طير يا رجل. أخوي حمد. اتوقع نسبتك حتى ما تدخلك الحمام. ام النسمة فتحك مين وما ادري شنو والنسمة ما تدخلك حتى الحمام ما تستهين يما شو لا لا ما تنتفي. الله كريم الله كريم الله كريم. دادي تو دادي دادي تو هاي شنو هذا؟ روح روح سلم على احمد. لا هذا عمي؟ اي عمك. هاي واتساب شلون زين؟ أقول تحت عدد تحت عدد بس خير علي شلون علي شلون؟ هلا أبو علي شلون؟ دب يبغى هذا شفيجي؟ المهم كان في المدرسة هذا صار عنده كم بيزة؟ إيه؟ وراح أمريكا وتزوج. تزوج؟ تزوج. هذا من زوجة أمريكية؟ من زوجة أمريكية. تدري شو اسم مرته؟ شو اسم مرته؟ كريستينا. والله مرتك اسمها كريستينا؟ للأسف. بس نادر يبغى خلنا نشوف مرته وين؟ شوف شوف مرته شوف. منو؟ علاوي؟ علاو؟ ادخل علاوي يلا. وين نادر؟ ليش نبيهم هذول؟ ليش؟ ليش؟ احنا لازم خاصين ثانوية. ها؟ هاي سكول ولا لا؟ شنو؟ هاي سكول؟ ثانوية؟ ايش فيك شي ثانوية؟ شوي بعدين قول لهم نسبتي يبا، قول لهم تخرجت. قول لهم علمهم. اسمع اسمع اسمع. قول. ولدي خلص الثانوية من بعد 7 سنين ونسبته 57.3. سمعهم فاصلة كم؟ مش فيها؟ ليش مو مستانس؟ 7 سنين ونايل 57؟ تبي علم كم ياب ولدي؟ كم ياب؟ لا خلاص خلاص يلا 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 يلا. تبي تعرف كم؟ كم؟ 90 شنو؟ شنو؟ 90 بالعربي. 90 بالعربي؟ لا فوق هذا تقول زين مشاف بيت صار اسبوع معاقب ما تقول لي تصدقون مني وانت يا حمار وليش كل مره تاخذ فلوس مني تروح حلا شوف معاك لحيته شوف خليك من هذا خليك فوق هذا صح من الايفون 7 يبا ايفون 7 صح انا عمري 42 سنه ما عندي 6600 وما يصور شبيه جالكسي بدل ما الجسم الجسم والله بشرتني يبا تعال تعال ما تجيب الكتاب روح روح ولد عمك يبيك انا عليك وعلى ابوي لا لا لا
ما تدري وين؟ اي جامعة قبلوني انا، اي جامعة قدمت قبلوني المشهد، اي جامعة قدمت و نسيت شكلك. وين قدمت؟ جامعة الحريج يونيفرستي. وين صايرة؟ هذه الجامعة الله يسلمك سووها واحترقت 13 مرة بالكويت، للحين ما حد درس فيها. هذا المصيبة. يلا خلنا نمشي. يلا روح ابو كريم، روح. مشهد الحين الله يسلمكم ان الام المفروض لابس مدري ايش، بس للحين ما ليش. ف ما شاء الله مستانس بعد. وين وزارة كبر؟ ها؟ وين وزارة؟ ضايق. الحين في قطعة الوزارة، شو لقطها؟ لبوي؟ لبوي، شنو هذا؟ لابس سماط أنت ولا شنو؟ أوو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 و
حبيبي وبعدين يبغى الناس في كل جهاز المفروض يبي سوزان المفروض يدش واي باد وداش واي باد شو اسوي الجهاز عندي اي باد مش باطي ما يبيني يلا يا حبيبي اللي في عندك يبا ايوه قاعد تسوي بالاي باد مو شغلك لا تكلمني كذي مو شغلك قاعد تسوي بالاي باد قاعد اسمع مطرب الشباب قول لي منو تعمل اسمي انت ايش فيك ترى عمري 42 مو 73 زين في شيء شنو اللي قاعد تشوفه يلا يا عاد انت على واحد ثاني كل يوم تصبح شنو تبغى ما ادري صادني ليه بعدين يا ولد حبيبي قول على قلبي انت قول اخلص علينا وعطني الايباد ما في ايباد شيء العقل مش فاهم يلا حبيبي ليش ما انت هو زين المهم طيب عندنا استاذ جابر
لما تعرف شو بيك يا خلاني تعال خلاني اقول لك شنو عندنا شنو عندنا احنا انت عندنا ليه شنو ليه الانسان انا في الغرام انا تايب اصبر شنو الغرام اقعد اقعد يابا ايش فيك خلنا نرقص يا معود اقعد اقعد يا ليه يا ابن طلب يا ابو جسمه ايش فيك عشان تنزل ما يبون اخبار صدق والله لو مستغرب ما بعرف دراسه ولا شيء بس انت زي الشباب الشباب عدل اقول لك شنو عندنا شنو عندك شنو عندك تعال 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 هوليوود وين هوليوود هوليوود ايش اللي فيها هذه شنو هي لجنه تحكيم اول ما تدش بالون من فوق بيدها وهي مضبوطه وهي ما ايش لا هو هوليوود هذا مزيون مزيون بس هذا عندكم اسمع ما تدش ضرب بين الكويت وامريكا شنو حبيبي امريكا ما فيها واسطات ما في دكتور يحكم عليك انت ايش فيك يا تبي ايش ما نصر مو انت مو فارع شيء وينك صور ويت روح يا بيك مليون واسطه واسطه عشان تضبط امورك بالظبط يا بيك حسسني اني قاعد تعتذر انك غفار خايش بيك مليون واسطه واسطه عشان تروح تضبط امورك بالجامعه تروح تبوس خشم فلان وما ادري منو بعدين انا مو مو اي خشم يعجبني وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
وانا قايل مني عليك الجنه. بس انا اعطيك حاجه بس. انت ما تدري ليش احنا اليوم منزلين مستوى قائمتنا العفيفه عشان نتكلم عن المهندسين. صح اخوي عبد الرحمن، نود ان نعيدكم علما بان نشاطنا الباجر الوحيد والفريق والجديد واللي يقول اليوم ان نجيك بعشرة تجيني اصحاب وكل شيء سعر انت فيه. مو كذا يا اخي المشكله نحضري ما خليت انت بدوي. نبي نعزمك على نشاط ملعب الصابون. شرط بلا مكسر او شرط اسلامي نشاط الدعوه. ايوه عظيم للعن جدفهم لا طلع حرة الصناديق بالملعب. تكفى يا ولد تكفى. ايوه ما راح نهي عزيمتكم، انتوا عزيمتكم عزيمتنا ما وجبتونا. شنو عزيمتكم انتم؟ السمره. استغفر الله استغفر الله. استغفر عوذه مو بارتي قايل لك انا حفله ودرينكس فري. سمره يبوي. شنو هي السمره؟ لون بشره. لا نكتئس طاق لي بلوك بالواتساب. اي مو ما نعطيها العود بالله. استغفر الله العظيم. بعدين الحبايب يقولون ملعب صابون ومايو شورت سلامي رايحين نلعب ان شاء الله بحياه التراث. احنا ولا شنو الوضع؟ انا حياه التراث. شوف من كثر ما امتان اثنيناتهم يوقفون حراس عشان ما نقوم. اي والله ما في مجال. يا ولد انت متين؟ والله ما حد خلاني ابدو غير امي كل عيد. هات يا وليدي بسم الله. بسم الله وصلت لك اللي سره. وبعدين يكفي ان ميري تقول لي سمسم اروس. تكفى 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 العيون ميري طلعت. والله موت الحمر يا ميري. تكفى يا ولد طاحت صورتي. من يقول امتان؟ من كثر ما امتان واحد طاح. ماي ميري خدمتكم الاخوه والله انت لحظه خليني اقطع لك طويل. انت متين؟ كلنا مقطوط علي. الله طول عمرك مفشل لك قدام الرايدين. انت ما علمك شلون الرايدين يتكلمون مع الرايدين. ايوه هذا الميدان. قول يا حميده. شوف مش ميدان على الاقل احنا اثنين اخر ميدان مو ممكن نضحك هدمون مو حبيبي اخر ما بديت مسويها ايام غزوه الاحد كيف قطعت مال البومبا هذا؟ شوف كيف شوف خمسه اغداد كلام شوف طاريت حدايق. يا ولد يا ولد يقول لك موت يا ولد يقول لك موت يا ولد يقول لك موت. نعم مع ان القائمه الضعيفه دينيا. نعم ايش فيني تفلت؟ لا تعرف شو الكرشه. تقويم يا ولد ما عرفت. اقول لك اخذنا الفاضله في الله شو تقول على الكرشه؟ الكرشه 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 قصتني الوقه. ماكو دوحة لا تغريني كلش بجسمك. دوحة النادي بس يقول. بعدين اسمعني انت في مستجد جديد جاي ابي ما في هالمكملات تصيدوني. صعب لو بالك صعدي صعدي صعد. ما قطعت تيمون. بس خلي على كل ما خلاص. توقف يلا هيا عوض. ما في هالمكملات تصيدوني. لا أصيد. يا ولد أنت مو رئيس. شلون حاط صورتي على البرنامج؟ منسق القائمة. أخوي محمد عبد. بعدين بقول لك شغله لازم نخدم المستجدين. وحجم ما كنت تسوي صوت مساج. ترجع حق ايام ثاني قال العوي. بقول لك لازم نخدم المستجدين ولازم نوهم القائمه الثانيه باننا قائمه دينيه. جيب يا مورد تراوغ الاول. تراوغ الثاني يا حبيبي. وينك ليه؟ كلهم ويا بعض. اسمعني ابى اقول لهم ان في واحد وبعلته جه وبنروح ناخذ نصيب الاسد المستجدين. انا احجز عليك ابو غازي. هذا مو خالد قائمتكم.
احسن مدير بالارض. اليوم سنقول لكم ان لدينا شباب قادر على الاداره. سنقول لكم ان لدينا شباب قادر على الحوار بشكل راضي. سنقول لكم ان لدينا شباب قادر على تحمل المسؤوليه. طبعا القائمة التي تمنع الاختلاط تحث على تجمع الرجال لجمعية إصلاح عمل بلاغ خيار الله طبعا ونوزع عليهم الرسول.
يوزع عشان الله بس قول النقد يا جماعه اصلا
لا اسود ولا ابيض. والله ما مساكم الله بالخير مع الندوة الرياضية اللي ما شفت الرياضة. نقدم لكم اللاعب الكبير ابراهيم لينكن ملاعب كابتن. نعم يا ويلي هذا مع اللاعب الكبير محمد عوض كابتن فريق النمور. مسؤولين طبعا جنوب تحيه لانهم قاعدين يتابعوني هنا زي المسؤولين ويا الله
ولد وجار وجاريات، وحينهم قاعدين بالفيلا لما ينزل لهم قواري قواري يلعبون. لا يا اخي هذه مصيبه كلمه وجهك خلوا عنكم الضحك الحين. انا بدي اقول حق المسؤولين ان اتمنى يواجهون هالمشكله بشكل جد، لان بالرياضه نقدر نرفع اسم الكويت فوق ونقدر ننزله تحت. نسيت الجملة خاصة. لا لا زود صيد المهم بس اصلا كيف قاطعني يا جماعة؟ لا صدق اللي ما عنده اصل يعيش. المهم انا كنت اسمع اليوم من الايام يا مسؤول ترى قاعد تنزل اسم الكويت تحت. لا يغني وحيد. اقسمنا بربنا وبحب الوطن والامير شعبنا يد واحده نحو نجاحات سامر. Thank you.
نعطيهم النار؟ عطهم النار. النار النار. عطهم خلاص. النار. يا ممتلئ. بس على منو بنجي؟ نفس الوزن. النار. لا ما نفس الوزن. النار الثاني؟ ايه. يلا. Yeah.
الطالب بده يستفيد. متى الطالب يتطور؟ اذا الطالب يشوف جديد بالجامعة واجه مشاكل. ايه بعدين اللي يمشي القيادة. شنو هذا؟ اعصابك. صوتك عجيب. بلا رئيس بلا بطيخ. تعال وجه. بلا رئيس. بعدين. ايش فاضل ده؟ الله يكفي بني عمي. فاضل ساعة؟ ايش فاضل ده في عيد؟ ها؟ الحين يا الود يا الود يا الود يا الود اللي عنده فاتر يقولها اللي ناقه 500 واحدة عدل الحق ينقال احنا 7 سنين نفوز ما ادري نسيت شنو كنت بقول هذا اللي انا بوصلك انت ايش نشتاق هذا وهذا ليس فيه شو هذا ما تفهم لي تفضل خليت جوابك بالكلام سلبي، ما هو ولا بجزئية سابعة. عيني. المهم ما تحكى؟ شقول؟ يا مادري. طبعا يا اخوي قاعد تجدد الموضوع القائمة السمعة الثانية بس يلا كنا بنسوق في الهواء طلبة نقدم الطلب ونبعد عن المشاكل السياسية وشرف وياك. ليش ترتب وملح ليش شبح حيل سهل